زولانك، حال مغادرتي استمر بتدريب الطلبة، خاصة بروس. لا شك بأنه موهوب، ولكن عليك أن تهدئ من روعه. هل تفهم ما أعني؟ مفهوم سيدي. الحقيقة أنني أردت اصطحاب بروس معي، ولكنني آثرت بقاءه هنا لكي يهذب نفسه. يجب أن تواظب على تلقين بروس المهارات الرئيسية وأن تزوده بتقنيات جديدة. مرنه على وقفة الحطاب. فهمت سيدي، تفضل. بسرعة. أنا ذاهب. Thank you.